عبد الحليم حسن سالم، مدير عام شركة ايجيبت لاب للمستلزمات الطبية. احنا شركة بقالنا 15 سنة في السوق المصري، عندنا فرع في المنصورة وفرعين في القصر العيني في القاهرة. احنا بنحب دايما على طول في الشركة نطور من نفسنا، كان عندنا اكتر من برنامج كل حوالي سنة او سنتين بنطور في الشركة. فاخر حاجة توصلنا لها البرنامج المتكامل بلس، لقينا فيه كل احتياجات الشركة بما يعادل 5 سنين قدام كمان لحدوث اي تطور. البرنامج مديني مية مزاج كويسة جدا، زي ان انا اشغل اي فرع في اي مكان ويبقى ظهر قدامي، ان انا بيظهر لي تقارير اي تقرير انا عايزه في اقل من ثانيتين، بدوس على اي زرار بيديني اي تقرير انا عايزه، ان كان في مخازن في اي فرع من الفروع، ان كان في مبيعات في اي فرع من الفروع، ان كان حسابات عملاء او موردين، ان كان كتكلفه، فبيظهر لي اي حاجه انا عايزها في اقل من ثانيتين بالظبط يعني. ودي كانت من المميزات الكويسه جدا 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 في البرنامج. فبالتالي هو حل لي مشكله كبيره جدا بالنسبه لنا، اللي هي الربط بين الفروع، ان انا افتح فرع في اي مكان في اي وقت يظهر لي كل الداتا اللي انا عايزها. ودي كانت مشكله انا بعاني منها، وكانت سبب رئيسي في ان انا نركب برنامج المتكامل بلس. خدمه بعد البيع ممتازه جدا، والمتابعه كويسه جدا جدا جدا، ولما بنعوز اي حاجه الناس ما بتاخرش علينا خالص. فبشكرهم جدا، وان شاء الله معانا في التطور ان شاء الله.